دلوقتي واحنا بنودع المطربة والفنانة الكبيرة الراحلة صباح الشحرورة، عايز افكركم باتصال هاتفي عملناه في البرنامج معاها من 3 سنين تقريبا، سنة 2011 في يوم 7 سبتمبر، لما كانت ضيفتي في حلقة هذا اليوم الفنانة الجميلة صابرين. نفتكر مع بعض صباح اللي امتعت الملايين الحقيقة بفنها وبصوتها وبشخصيتها الطيبة، ورحلت عن عالمنا النهاردة عن 87 عاما. أتي شخصية تانية انت هتتعرفي عليها بقى، انت فنانة كبيرة. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. الصبوحة دي الشحرورة؟ الشحرورة هي نفسها ولا واحدة شبهها؟ والله هي نفسها. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ ألو. أيوة مساء الخير، احنا مبسوطين ان احنا بنسمع صوت حضرتك على الهوا معانا في البرنامج، ويا ريت توجهي كلمة لصابرين. أنا بحبها قوي. أنا اللي بموت فيها. وفنانة مهمة وطبقات صوتها عظيمة وكلها كويسة، وكانت في لبنان في التلفزيون مع شخص اسمه هشام، كانت هايلة هايلة. يا كل حبيب. الناس كانوا قاعدوا يتكلموا عليها، كانت هايلة حقيقة يعني. تمام. أنت منورة مصر، وإحنا بنحبك كلنا، وبنقول لك ربنا يخليكي ويديك الصحة والعافية، وأول سيرة ذاتية تحصل لفنانة على قيد الحياة، فدي سبق يعني لأوله من نوعه، فده حاجة ربنا يديك الصحة والعافية بجد يعني. حبيب قلبي أنت كمان. وعلى فكرة، على فكرة يا مدام صباح. نعم. حضرتك سمعاني؟ مين؟ حضرتك سمعاني؟ يا صبوحة. انت بتقول لك يا صبوحه بتكلمك صابرين. هي صبوحه. الو. نعم صبوحه. سامع معتز الدمرداش؟ انت مش بتسمعك انت. ها سامع معتز الدمرداش؟ اه سامع. عايز يسالك سؤال، عايز تقولها ايه؟ يلا. اه انا مش عارف انت فاكره فيلم شارع الحب ولا لا؟ فاكره فيلم شارع الحب؟ فيلم شارع الحب فاكرة؟ فيلم شارع الحب؟ قلت لك فاكرة فيلم شارع الحب؟ قول لها فاكرة طبعا. فاكرة طبعا. طبعا. عايز تقول ايه؟ عبد الحليم. لا لا انا عايز اقول لك بس ان انا والدي هو اللي كان بيوقع ما بينك وما بين عبد الحليم، اللي كان بيوقع ما بينكم. والد الاستاذ نور الدمرداش. الله يرحمه بقى. يا حياتي. بس يعني انا حبيت ادخل برضو في الموضوع. عايز اقول لك ايه؟ ما يحرمنيش منكم. يا حبيبتي كل سنه وانت طيبه ومنوره مصر دايما. ماشي. وميرسي على الكلام الحلو اللي قلتيه عليا يا صبوحه. ان شاء الله يعني قريب ان شاء الله يا حبيبتي. الف شكر لصبوحه على المشاركه الجميله دي، ونتمنى لك طبعا يعني يا رب يديكي طولة العمر والتوفيق. المسلسل كان يعني حبوه ناس كتير، وما بيخلاش اي مسلسل من شويه اغلاط يعني او حاجة، بس طبعا كان حلو كتير ونجح، وكان نمره واحد. تمام. الف مبروك. يعني الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. الف مبروك. الف مبروك. شكرا للصبوحه على المداخله. الصباح فنانه كبيره جدا، عاشقه مصر دايما. دي كانت مكالمة هاتفية مع الراحلة صباح الشحرورة يوم 7 سبتمبر 2011. تخيلوا الكلام ده فات عليه أكتر من 3 سنوات، وكان الواحد دايما يشوفها متفائلة ومحبة للحياة ومحبة لمصر وللشعب المصري، ودايما يعني عاشقة لفنها. الحقيقة أمتعت الملايين طوال فترة حياتها عبر مسيرة فنية طويلة جدا من أعمال في السينما وفي المسرح وفي الدراما وفي الطرب الأصيل، ورحلت عن عالمنا النهاردة علشان تتركنا هي بجسدها، ولكن فنها يظل باقيا وسط كل محبيها من الجمهور العربي. رحمة الله على صباح، وربنا يعني يا رب ندعو ليها بالرحمة والمغفرة.